حقيقة انه يعني ام كلثوم دايما اي فنان يا حسام بيكون عنده في مشواره الفني بيبقى عنده لحظات صعود ولحظات ثبات ولحظات هبوط. ام كلثوم هي رمز فني، مش هقول بقى كمان ثبات، ولكن هقول دايما كان في صعود. لحد النهارده اغاني ام كلثوم حتى الان تسمع في جميع انحاء العالم. لحد النهارده الاسطوانات اللي موجودة، يمكن الناس بتدور بالفعل على اسطوانات أم كلثوم وبتدور على الاسطوانات الأصلية لحد النهاردة. حتى المانشيتات اللي كانت مكتوبة، يعني يمكن زي ما قال حسام المانشيت اللي قراه ماتت أم كلثوم، ما كانش فيه كلام يقدر يعبر، لأنه بالفعل الوطن العربي كله تأثر ويمكن حزن حزن كبير جدا على أم كلثوم. ولو شفنا كمان الجنازة كانت من أكبر الجنازات في العالم.